على الرغم من زيادة مشتركي نتفليكس خلال السنة الماضية، إلا أن التفكير بمنطق مواقع التواصل الاجتماعي طغى على المنصة الشهيرة بعد أن أطلقت ملخص مقاطع الفيديو المضحكة من خلال أفلامها ومسلسلاتها داخل التطبيق فاست لافز، الميزة التي كانت تختبرها في أواخر العام الماضي. فكيف ستتأثر هذه الفيديوهات أو ستؤثر على صناعة المحتوى؟ ينضم إلينا من القاهرة الناقد الفني أحمد سعد الدين. أهلا بك أستاذ أحمد. بداية برأيكم، هل ستؤثر هذه التطبيقات على صناعة المحتوى أم ليس بالضرورة؟ لا، هو ليس بالضرورة أن هي تؤثر على صناعة المحتوى، ولكن هي عملية تجارية أو اقتصادية كبيرة. ليه؟ لأن أنا باخد الخلاصة أو الملخص في المقاطع الضاحكة الموجودة وبنزلها في فيديو صغير. هذا الفيديو هو يعتبر عنصر جذب أو تسويق لهذا العمل، اللي هو بيشد الناس اللي هو يتفرجوا عليه. هنا بقى ممكن يبقى عندي حل من اتنين، يا إما صناعة المحتوى نفسها في حالات الكوميديا بتحاول إن هي تضفي درجة أكبر من مشاهد الكوميديا على الحياة، على المسلسل أو على المنتج الموجود، أو خلاص الموجود ده بيتعمل له ملخص وهو اللي يشد الناس. فمن هنا أعتقد أن هذا التفكير اقتصادي بشكل كبير لعنصر الجذب أو للإعلانات، كما هي في الأفلام العادية أن احنا بنقول أن في برومو جميل وفي مقاطع حلوة ممكن تعرفنا المسرحية أو الفيلم أو المسلسل بيتكلم عنه. طب هل هي للتسويق فقط لحث الناس على مشاهدة هذه الأفلام، أم أنه يعني الهدف منه، أو يمكن أن يكون يعني هدفين في نفس الوقت، هو الحصول على أكثر نسبة من المشاهدات لاستخدامها على مواقع التواصل الاجتماعي؟ في الفكر التجاري وليس الفني، لأن الفن مرتبط بالتجارة، يعني ده أو ده الاتنين مرتبطين ببعض. في الفكر التجاري دايما بيبقى أنا ليه ما أعملش عنصر جذب كبير وليه ما استفدش منه في الأساس. على هذا الأساس أنا لما باجي أشوف أي عمل فني، هذا العمل الفني ممكن يكون مدته ساعتين، ممكن يكون 23 ساعة زي ما هو في المسلسل. لما بعمل برومو بختار أفضل اللقطات عشان أحطها هنا عشان تبقى عنصر جذب. مع وجود مواقع التواصل الاجتماعي ومع اليوتيوب ومع الموبايل ومع كل ده، لما باجي ان انا اشوفها وادخل كذا مرة، ما هو ده في الاخر بيديني جزء اخر في العملية التجارية، واقدر اقول ان انا عندي 100,000 او 100 مليون او اكتر اللي هم مشاهدين هذا المقطع، وبالتالي بيبقى عندي زيادة اشتراكات وبيبقى عندي مردود لهذا الموضوع سواء مادي أو حتى معنوي عن طريق المشاهدة. فالسينما والفن تحديدا، طيب، ولكن أستاذ أحمد، بعيد ألا يمكن عن الجانب التجاري. ألا يمكن أن يكون ذلك سيف ذو حدين؟ يعني عندما يدخل الشخص ويشاهد أفضل ما في هذا الفيلم مثلا، لا يعود بحاجة إلى حضوره أصلا، يعني يكتفي فقط بهذه اللقطات الأفضل منه. على العكس، على العكس، على العكس تماما. أنا ممكن أختلف معك هنا لسبب بسيط. أنا لما بتكلم على منتج عمره أو مدته على الشاشة ساعتين، وأنا بقدم دقيقتين أو 3 دقايق أو أقل أو أكتر حسب الوقت، وبحط فيهم أجمل اللقطات، بيبقى المشاهد عايز يشوف العمل بالكامل، لأن هو مش شايف ده بس. فهنا بيشد المشاهد أنه يشوف العمل بالكامل، وده اللي بيحصل في عن طريق السينما والمسرح والتلفزيون. لما بيحصل برومو بنبقى عايزين، لأنه ما بيبقاش من مكان واحد، بيبقى لقطات مختلفة سواء من فيلم يبقى من أماكن مختلفة أو من مسلسل من حلقات مختلفة. المهم إن هو بيجيب أجمل اللقطات، وهنا تحديدا في الكوميديا الحاجات المضحكة. والناس كمان مع ضغوط الحياة في جميع أنحاء العالم، بعد ما بتخلص شغلها بتبقى عايزة حاجة بسمة تفرحها، فهذه البسمة ممكن تشدها إن هي تتفرج على العمل ككل.
البعض يعتبر استاذ احمد بانه هذا التطبيق فاست لوفز هو يعني وكانه تقليد لتيك توك، هل توافق على هذا الطرح؟ نجاح التيك توك، نجاحه الكبير المنتشر بشكل غير طبيعي في الآونة الأخيرة بيغري كل الناس ان هي تعمل تقليد ليه، ولكن ما تاخدش التقليد كما هو، لازم تاخد التقليد تسحبه ناحيتها، يعني تعمل شكل آخر. لكن نجاح التيك توك مؤثر على كل التطبيقات الأخرى اللي هتيجي كمان، مش اللي موجودة دلوقتي، اللي هتيجي كمان في الفترة الجاية، وده شيء طبيعي. طيب ولكن تقليد تطبيقات يمكن وصفها بنوعا ما الخفيفة، يعني لا تقدم محتوى عميق وفكري مثلا، أو ليس سيئا من ناحية المنتجات التي نقدمها للناس، يعني ألا تؤدي إلى تدنية مستوى ما نقدمه؟ خلي بالك من نقطة مهمة، شركة كبيرة أو منصة كبيرة زي نتفليكس، هل كل المشتركين فيها مستوى واحد من التفكير؟ بالتأكيد لا، عندي ثلاث مستويات في العالم كله، مستوى النخبة، مستوى الطبقة الوسطى، مستوى الطبقة الشعبية، وما ننساش إن المسيطر عليهم هم الشباب. الأهم في كل ده أنا بأخاطب مين؟ ما أنا لو خاطبت النخبة مش هديها التيك توك، ولكن بخاطب الشباب والتينيجر تحديدا المراهقين اللي بيحبوا يلعبوا اللعب ده، وفي نفس الوقت بعض من الطبقة الوسطى والطبقة الشعبية بيحبوا ان هم يتفرجوا على البروموهات بهذا الشكل. اذا انا مش بقدم شيء وحش، لكن انا بقدم منتج بمواصفات جيدة، وبقول لكل اللي عندي اللي ليه ميول يجي يتفرج، واللي مش عايز بلاش، لكن أنا المشاهد المستهدف هو فئة الشباب والمراهقين تحديدا اللي بيحبوا النقطة دي أو هذا الشكل من الميديا عموما. فأعتقد أن ده كويس مش وحش، ما أعتقدش أنه هو شيء سيء يعني. طب هل تعتقد بأن نتفليكس مثلا عندما يفكر بمحتوى معين أصبح يفكر بأنه سيضعه أيضا على تطبيقات وعلى يعني لمشاهدتها على هواتف ذكية؟ يعني يؤثر ذلك على الفكرة الأساسية التي يريد ترويجها؟ أكيد. ممكن نجاح أي فكرة بتفتح مجالات أخرى للشكل التجاري والتسويقي بشكل كبير. النهاردة نتفليكس موجود في كل مكان، حتى إن الناس بتتفرج حتى على الأعمال عن طريق الهاتف، مش شرط إن هو لازم يبقى كمبيوتر. فبالتالي هذا التطبيق بيشد مجموعة أكبر، فبيشد شريحة مختلفة لصالح نتفليكس. هنا بقى الفكر التجاري يقدر يستغلها، ويقدر إن هو يشتغل عليها بشكل أكبر وتفتح له سوق جديدة، لا تؤثر على المنصة الرئيسية، لأن أنا لما بدخل على المنصة الرئيسية أنا ببقى عارف أنا رايح فين وهتفرج على إيه واتفرج إمتى، الفرق كبير. أما بالنسبة للموبايل، تعرف ان الموبايل معانا في كل مكان، دخل في حياتنا بقى عنصر اساسي وليس على الهامش. نعم. وانا ماشي في الشارع وانا قاعد وانا مستني ممكن اتفرج على حاجه مدتها دقيقه او دقيقتين، صح. ممكن تفرج عني وده الطبيعي، فاتشد ليها وبالتالي ممكن ان انا ادخل القناه نفسها. فهنا ده فكر اخر ممكن يضاف الى المنصه، ودايما الميديا فيها تطوير يوم بيوم. نعم، شكرا جزيلا لك من القاهره الناقد الفني احمد سعد الدين، شكرا لك.